انا حبيبه النجار، والنهارده هتشوفوا حبيبه تانية خالص غير اللي انتم متعودين عليها. ان شاء الله ان شاء الله اعجبكم حبيبه دي والتانية. لاباليكو جت منين؟ اه من الليبستيك، انا بدلع الليبستيك سميته لاباليكو. في ناس بتقفي في الشارع تقول لي لاباليكو، مش كده؟ انا بيبقى معايا اهلي فهم مش فاهمين لاباليكو ايه وخيبه ايه، يعني ايه لاباليكو. بابا لحد دلوقتي مش قادر يفهم ايه ده، هو كان فاكره اختراع، يعني كان فاكرني هطلع عشان كنت علمي علوم وكده فافتكرني ان انا هخترع حاجه. حتى انا لو هعمل اختراع هسميه لاباليكو هيكون ايه؟ خلاص. سر نضارة بشرتي فلتر. مش نضارة، لا. اكيد قصدك على عبلة كامل. بص، هي عبلة كامل بالنسبة لي مش مجرد ممثلة انا بحبها وبحب اتفرج عليها، هي يعتبر مشاركة مامتي في تربيتي. معرفهاش والله، مفيش اي علاقة بينا خالص، بس ماما بتحبها قوي فبتتفرج على مسلسلاتها كلها. انا بقيت مركزة معاها هي قوي من كتر ماما بتحبها. يعني مثلا ايه، الجو حر شغله مكيف كده ولا اعملوا لنا حاجة؟ مفيش. قطعة المكيفات لما انا جيت كنت عارفه ان هي سلمويه، بس مش لدرجه ان هي تعمل السلك كده. هو قطمته اتنين، هي طول عمرها كده مني على فكره، بس لا مش هسكت. رب العالمين، هي خلاص فجرت، هي مره واحده. الجانب هو الجانب اللي محدش يعرفه شويه كئيب، ان انا من الناس اللي بتحارب الوسواس القهري، معاناة الفكرة ان حد تبقى دماغه ضده عموما وبيخاف من كل حاجة، ممكن يغسل ايده 10 مرات لانه مش متأكد ان هي نظيفة، يغلي المية عشان يعرف يشربها، معاناة معاناة. فده الجانب المظلم. انما الجانب العادي ان انا بجد بجد انا لحد دلوقتي انا منتصر عليه بنسبة 70% او اكتر، عانيت بقالي سنين معاه. انا عارف انك ممثلة مصر، عرفيني اكتر بقى عن انا بدات المسرح بجد من كي جي 1 ده، فعلا ده بجد كان العروض بقى اللي هو مش عارف ايه وبتاع، فانا كنت بحب اروح دايما المسرح وكده، لان زمان كان بيحصل موقف بجد بجد انا متاذيه منه، ان في بنات حلوين قوي معايا في الفصل فهم كانوا دايما يطلعوا دول الاميره، فانا ممكن اطلع دول الوحشه يعني. فانا بعوض الادوار اللي كان لسه اطلعها، اللي هي اجمل بنت، اللي هو الدنيا كلها بتجري وراها وهي مش همها حاجه. بجد في مدرسه قالت لي كلمه مش قادره انساها لحد دلوقتي، وللاسف اتكررت على الميديا. قالت لي بصي يا حبيبه، هو انت مناخيرك كبيره؟ كانها ماساه. بصي يا حبيبه، تخيل انت انا بقول لك ازيك، انت مناخيرك كبيره. قولي لنا جمله انت فين مستنياك بقالي ساعه بكذا اداء. انت فين انا مستنياك بقالي ساعة؟ هو انت فين انا مستنياك بقالي ساعة؟ هو انت فين عشان انا مستنياك بقالي ساعة؟ هو انت فين انا مستنياك بقالي ساعة؟ دول بنات، انما انا هو انت فين عشان انا مستنياك بقالي ساعة؟ دول مش بنات، دول امي. هنختبرك في اسماء الشخصيات بتاعت عبلة كامل. اول حاجة كلم ماما. فرنسا صح؟ كلم ماما فرنسا. لا خالتي فرنسا، ده بتاع هنيدي. كلم ماما فرنسا. كلم ماما، ما عرفتش اربي، صبرني يا رب. فرنسا اسمها فرنسا، مش عسليه. طب عيد السؤال تاني عشان شكلي وحش قوي قدام الفنان. عفاريت السياله كان اسمها ايه؟ ما اتفرجتش على عفاريت السياله. احمد كنت صغيره والله وعندي امتحانات. المسلسل العندلين ما اتفرجتش عليه برضه عشان كان عندي امتحانات اعداديه. من قبل ما تبدا الفقره، فاطمه لا انا عايش في جنباب ابي. ما سألتوش، بس مش مكتوب، بس يلا سألها. ما هو ده بجد هي معروفة باسمين، فرنسا والحاجة فاطمة. ماما هنا هنا صح؟ لا ماما هنا دي في كلم ماما، انت لخبطتلي دماغي. تي 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 مصر.